مدينة الإنتاج الإعلامي الصبح كان عندنا يعني متشرف، كنت في الاتحادية، سيادة الرئيس كان بيستقبل رئيس أذربيجان، فكنا موجودين في الرئاسة النهاردة. خدت من هنا للرئاسة في مصر الجديدة 40 دقيقة، ما كنتش مصدق نفسي. رغم كام عشان الوقت ونوصل في الميعاد 40 دقيقة. من هنا لمصر الجديدة للاتحادية. وإذ بعد ما خلصت المؤتمر الصحفي لقيت المركز الإعلامي بعتين بيان مهم عن مصر. حضراتكم لم نصل لأول مرة في تاريخنا، بنوصل النهاردة لرقم 18 عالميا مصر جودة الطرق قبل أمريكا. كنت بكلمكم على أمريكا على فكرة من سنة يمكن، قلت لكم الطرق عندنا النهاردة أحسن من أمريكا، لأن احنا مشينا على الطرق في أمريكا متكسرة. تخرج بره نيويورك بتلاقي الطرق شكلها إيه، بره واشنطن بتلاقيها شكلها إيه. قلت لكم على الحكاية دي يمكن من سنة أو من سنتين. النهاردة المؤشر العالمي وضع مصر هكذا. اليوم نتكلم على سنغافورة، نتكلم على سنغافورة رقم كام؟ رقم واحد عالميا. سنغافورة دولة عدد سكانها 6 مليون تقريبا. الناتج المحلي في سنغافورة 520 أو 530 مليار دولار تقريبا. سنغافورة اللي هي رقم واحد في المؤشر العالمي. طيب أعدي هولندا، سويسرا، اليابان، الإمارات، كوريا، البرتغال، لوكسمبورغ، قطر، فرنسا، دنمارك، الصين، عمان، المملكة العربية السعودية 15، إسبانيا قابلين على طول، مصر 18. خلي بالكم ده مهم قوي، تشوفوا النهاردة. بعدين البحرين، أمريكا رقم 20. فين المملكة المتحدة؟ عايز تشوف المملكة المتحدة 36. 36 المملكة المتحدة حضرتك. السويد 21، تركيا 27، كندا 29، المغرب 48، اليونان 50، ان هم بيتكلموا على 50 دولة اللي هم ترتيب ال 50 دولة على مستوى العالم. فتخيل لما احنا نبقى هنا، كنا على فكرة في 2014 في 8 يونيو بالظبط في مثل هذا اليوم 2014 تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 10 سنوات. النهارده تاني في مثل هذا اليوم من 10 سنوات تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى المسؤوليه. كان ترتيب مصر 118 على مستوى العالم. كام؟ 118. النهارده يعني قفزنا 100 مركز في 10 سنوات، بقينا اليوم 18 على مستوى العالم. هو يجي مواطن يقول لك طب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميته ايه؟ هي الفلوس دي كان مهمه نصرفها على البنيه التحتيه للبلد؟ هقول لحضرتك، هذه الاموال البنك الدولي توقع. طيب قبل ما نروح للبنك الدولي، شبكه الطرق القوميه في مصر وفرت على الدولة، ده مش كلامي، كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي السنة اللي فاتت في مؤتمر عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر خاص بمؤتمر الحكومات من سنة. الرئيس كان مشاركا في هذا المؤتمر، وأكد الرئيس في عام 2023 أن مصر جودة الطرق واللي عملناه في الطرق المصرية وفر علينا، مش كلامي تاني بقول، كلام سيادة الرئيس، وفر على مصر حوالي 8 مليار دولار نتيجة لإيه؟ استهلاك الوقود في الطرق، وقفة الطرق وحال